ومخالفة لصالح اللاعب عبد السالم. وادي كورة ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح المدرسة التونسية. مبكرا عدى كويس الحقيقة أحمد عزيز، لسه كنت بتكلم أحمد عزيز جويني هو أبرز اللاعبين بالنسبة للمدرسة التونسية. شوف عدى إزاي وراح إزاي وانطلق، وزي ما بيقولوا كده يعني لبس المدافع ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لمصلحة المدرسة التونسية مبكرة جدا. دقيقة تانية قلت لك المباراة دي هتكون مشتعلة. ضربة جزاء للمدرسة التونسية، ضربة جزاء السيد الأوروبي حارس المرمى وأحمد جويني، أحمد جويني، أحمد جويني، أحمد جويني. هل هتضيع؟ هل هتضيع؟ هل هتضيع؟ هل هتضيع؟ يسجل أحمد جويني هدف أول، هدف أول في هذه المباراة للمدرسة التونسية، يتقدم بهدف مبكر ويحتفل كده زي احتفال ممفيس ديباي لاعب البارسا. وركله جزاء نفذها باقتدار ونفذها بذكاء الحقيقه اللاعب احمد جويني، هدف اول في هذه المباراه مبكرا، مبكرا بدري، ما فيش وقت كتير، ما استنيناش وقت طويل يعني عشان اي لاعب يقول كلمته، اي لاعب يتفوق ويتقدم. كوره من ناحيه اليمين لمصلحه لاعب محمد آدم، تتقطع مرة ثانية، لازم نشد حيلنا شوية، لازم التمريرات تكون على الأرض، ما يبقاش فيه تسرع